كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو عشان أعرف إن القصة عجبتكم. فيلم أفاتار يا جماعة أعلى فيلم إيرادات في تاريخ البشرية كلها. أنا ليا الشرف إن أنا ألخص الفيلم ده بصوتي، لأن الفيلم ده ملحمة، الفيلم ده حاجة رائعة. قصتنا بتبدأ بشاب مشلول اسمه جيك، بيتكلم عن المعاناة اللي بيعيشها مع الشلل وعن صعوبة إنه يعمل عملية عشان يرجع يمشي تاني. جيك جواه خير وبيحب العدل جدا، وفجأة جاله خبر إن أخوه وأمات، وإن الشركة محتاجة يكون بديل لأخوه لأن جيناتهم زي بعض، وإن وجوده هيعمل اختلاف كبير جدا، وإنه هياخد فلوس حلوة. بس جيك قال في دماغه إن تومي كان عالم أما هو لا. المهم يا جماعة إن تومي ده يبقى أخوه، حرقوا قصة أخوه قدامه، بس الموضوع مش عدواني ولا حاجة، هم عندهم كده. المهم إن جيك كان محفوظ في حجر التبريد لمدة 5 سنين و9 شهور و20 يوم بالظبط، وأخيرا وصلوا لمقر الاختبارات ولازم يكونوا لابسين الماسك لأنهم من غيره هيموتوا. جيك وصل المكان، هو كان مستغرب من كل حاجة لكنه كان مجبر وخلاص. طبعا كل اللي موجودين شايفينه غلطة لأنه مشلول. المكان اللي هم فيه اسمه بنادورة، القائد بتاعهم شديد بس واضح انه واخد خبطة في دماغه معصب على الاخر. قال لهم بنادورة مليانة كائنات عايزة تقتلكم وتاكل عيونكم، وعلشان تعيشوا لازم تسمعوا القوانين وتمشوا عليها. جيك موجود في المكان ده علشان تجسيد اجساد المتحكم بها عن بعد، وهي اللي اسمها افاتار، وهي عبارة يا جماعة عن حمض بشري مع حمض نافي. جيك هيشوف جسمه وهو افاتار وكان منبهر جدا، النظام العصبي مترابط مع الجسم البشري والافاتار في نفس الوقت. جيك كان بيسجل الكلام ده على كاميرا وبيقول انه كان لازم يجي لان بعد ما اخوه مات هم كده هيخسروا الافاتار الخاص باخوه، وصنع الافاتار ده غالي جدا. المكان هو اللي طلب منه يسجل كل حاجه يفكر ويحس بيها لانه هيقعد فتره طويله ولازم يسجل كل حاجه بالتفاصيل. وهنشوف هنا جريس وهي ليها منصب كبير في قسم الافاتار لدرجه انها عملت كتاب عن علم النبات بتاعهم وبتتكلم لغه نافي كويس جدا، وما كانش عاجبها وجود جيك وكانت محتاجه اخوه الدكتور وهو كده بالنسبه لها ملهوش لازمه. جريس راحت تكلم باركر وتقول له ان اللي اسمه جيك ده ملهوش لازمه، فقال لها انه كان جندي في البحريه الامريكيه وان وجوده كواحد من الامن هيكون مفيد، وراح قايل لها انت عايزانا نكسب قلوب وعقل شعب نافي باننا نتكلم زيهم وانهم في الاخر هيثقوا فينا، واحنا عملنا كده، عملنا مدرسه وكمان علمناهم الانجليزي لكن برضه مفيش فايده فيهم، احنا هنا علشان حاجه واحده وبس وهي ماده انبيتينيوم، لان الكيلو من الماده دي ب 20 مليون ودي الفلوس اللي احنا بنقدر نكمل بيها البحث ونقدر ندفع بيها المرتبات، ودلوقتي احنا شكلنا ندخل في حرب معاهم وانت لازم تشوفي حل دبلوماسي. راحت ردت عليه وقالت له احنا هنلاقي حل دبلوماسي لما بطلوا تمسكوا المسدسات عليهم. جيك ونورم وجريس هيبداوا ان هم يدخلوا في الجهاز عشان يربطوا جسمهم بالافاتار، وجيك ما كانش متدرب خالص والاتصال كان ممتاز. جيك هيصحى وهو في جسم الافاتار وكان فرحان وسعيد جدا انه حاسس برجليه اخيرا، وكان مستغرب كمان ان عنده ديل، وبدا انه يمشي في المكان وهيخرج كمان من المكان خالص، وكان فرحان جدا باحساس رجليه في الارض وكان بيجري جامد جدا. هو المفروض ما يجريش اصلا لان اول مره يجرب الجسم، بس الاول مره بيحس ان هو بيتنفس، واكل من اكل المكان وكان بالنسبه له لذيذ جدا. جيك كان بيحاول يستكشف ديله بس جريس قالت له ما تعملش حاجه فيه والا هتتعمي، والمفروض ان دلوقتي وقت النوم يا جماعه، هينام ويصحب جسمه البشري، وما كانش حابب كده ابدا. العقيد كان عايز يتكلم معاه في حاجه مهمه، والحاجه دي انه عايزه يكون جاسوس وسط شعب النافي، يعرف كل حاجه عنهم، اسرارهم ونقط ضعفهم، والتقرير اللي هو هيقدمه لجريس يقدمه ليه هو كمان، وهيقول له جيب لي كل المعلومات وانا هحاول اساعدك تعمل عمليه في رجليك. جيك بيقول ان هم عايزين يتعاملوا بعنف مع شعب النافي بس الدكتوره جريس هي اللي منعت كده. المهم ان جيك هيوافق على الاتفاق ده. جيك هيرجع تاني لجسم الافاتار وهيشوف تنانين كتير شكلها جميل بتطير في المكان، وكائنات شكلها تيران وديناصور في نفس الوقت. المهم ان هم هينزلوا بالطياره في مكان في الغابه، وهم ماشيين في الغابه هيسمعوا اصوات كتيره غريبه وهيشوفوا حيوانات اغرب. جريس هتوريهم مدرسه كانوا عاملينها للنافي بس حصل حاجه هي مش عايزه تتكلم عنها. المهم ان كانت جريس بتاخد عينات من جذور الاشجار لانها مهمه جدا بالنسبه لها. وعلى الناحيه الثانيه جيك راح يلعب مع النباتات، وكان في حيوان شرس ورا النباتات دي وبدا انه يضرب في الاشجار. جريس كانت بتقول له ما يتحركش من مكانه، بس الكائن مشي لان في كائن تاني اشرس واقف ورا جيك. جريس هتقول له يهرب بسرعه، هيحاول انه يهرب بكل قوته لكن الكائن كان اقوى بكتير، وفي الاخر نط في الميه وراح للغابه عشان يحاول يعمل سلاح من الشجر، ودلوقتي هو بقى لوحده من غير اي حد، وهنلاقي في واحده عماله بتراقبه وكانت هتضربه بالسهم وتقتله لكن جه كائن صغير على السهم بتاعها، وهي هنا حست انها اشاره انها ما تقتلهوش. الفرقه بتاعته كانت بتدور عليه في كل مكان بس لازم يمشوا ويجوا تاني يوم لان الليل ليل. جيك هيكون لوحده طول الليل في المكان ده، وكان سامع اصوات مخيفه كتير حواليه فكان بيحاول يولع نار عشان يحمي نفسه، بس الكائنات دي كانت كتيره قوي وبدا ان هم يهجموا عليه وهو كان بيضربهم، بس البنت دي ظهرت وبدات تساعده وفعلا خوفتهم ومشوا من المكان بس قتلت واحد فيهم. المكان كان فيه نباتات كتيره جميله بتنور، المكان يا جماعه شكله رائع جدا. هيحاول جيك يكلمها بس هي هتمشي وهتسيبه، فيضطر ان هو يمشي وراها علشان يشكرها لكنها هتضربه.
تضربه لانه اجبرها انها تقتل الكائن ده علشان تنقذه. ودلوقتي هي حزينه جدا انها عملت كده وقالت له على فكره انت وحش لانك عمال بتعمل دوشه في المكان. قالها طب ليه انقذتني بقى؟ فقالت له انت شجاع ومش بتخاف لكنك غبي وجاهل. قالها طب علميني عشان اعرف افهم. فقالت له انتم البشر اغبياء جدا ومش هتعرف تتعلم اي حاجه. حاولت تمشي وتسيبه بس بدات جذور الشجره المقدسه تيجي على جسمه بدون سبب واضح. وقالت له ان البذور دي ارواح نقيه جدا. قال لها ايه السبب؟ فقالت له تعالى معايا. وهو ماشي معاها اتلموا عليه باقي العشيره بتاعتها. فقالت لهم ان هم يبعدوا عنه بس الواد ده اللي اسمه سوتي عامل نفسه قائد وقال لها ان الوحوش دول مكانهم مش هنا، قصده على البشر يعني اللي هو احنا يعني. وقالت له انه كان في علامه ولازم يروحوا لسهاك الزعيم الروحي وفعلا هياخدوه معاهم وهتروح لابوها وهتقول له انها كانت هتقتله لكنها شافت علامه من ايوه. المهم ان سهاك هتظهر وسهاك دي هي امها وهي الزعيم الروحي في نفس الوقت. سهاك قالت لهم ابعدوا عنه انا اللي هشوف اذا كان هيموت ولا هيعيش وهتساله عن اسمه وهنا هتاخد نقطه من دمه وهتساله عن سبب وجوده. هيقول لها علشان اتعلم. هتقول له احنا حاولنا نعلم البشر قبلك بس انتم فاكرين نفسكم عارفين كل حاجه. والله انت عندك حق يا سهاك. راح بص لها كده وقال لها انا بقى مش عارف اي حاجه انا صفحه بيضاء على الاخر. وهيقول لهم انه كان جندي. هم هيتفاجئوا جدا لانه اول محارب يشوفوه من البشر او من الافاتار لان اغلب الافاتار دكاتره او علماء. سهاك هتقول لبنتها ان هي المسؤوله عنه وانها هتعلمه كل حاجه عنهم المشي والكلام وكل حاجه. البنت كانت رافضه بس ده امر من امها واول حاجه كان لازم يعملها انه يغير لبس البشر الغريب ده ويمشي عريان كده ملبوس زيهم. المهم يا جماعه ان البنت اسمها نتيري وبعد يوم طويل كل واحد هيروح ينام في العش بتاعه ولما ينام هيصحى بجسمه البشري وهيحكي كل حاجه حصلت معاه. جريس ما كانتش متوقعه ابدا ان قبيله اوماتيكاي القبيله دي هتختاره ويكون وسطهم. باركر هيقول لجيك اعرف منهم هم عايزين ايه بالظبط لان اكتر ماده احنا عايزينها موجوده تحت الشجره اللي هم بيقعدوا حواليها طول الوقت وهو لازم يقنعهم يعزله. جريس هتقول لجيك ان نتيري بنت الزعيم هتتجوز سوتي الواد العصبي يا جماعه انتوا فاكرينه وان نتيري كان عندها اخت وماتت. المهم ان جيك رجع وكانت نتيري بتعلمه يركب كائن شبه الحصان بس شكله غريب. جيك كان بيرجع ويقول للعقيد والباركر على كل حاجه عن الشجره دي بس واحد من دكاتره الدكتوره جريس شافوه ودلوقتي هم هيروحوا جبال هاليلويا اجمل جبال ممكن تشوفوها في حياتكم. ماده انبيتونيوم هي اللي مخليه الجبال مرفوعه بالمنظر الرائع ده. المهم ان هم ليهم قاعده هناك. جريس كانت عارفه ان جيك جاسوس بس هي كانت محتاجاه وسطهم لانها عايزه ترجع للقبيله وعايزه جيك يكون الوسيط. نتيري عندها حيوان اسمه اكران شبه التنين كده يا جماعه وما ينفعش جيك يبص في عين الكائن ده ولما يعمل مع اي واحد من الكائن ده اتصال عصبي هيطير معاه لوحده طول حياته ولما يكون مستعد هي بنفسها هتخليه يروح وسط كائنات الاكران دي علشان يختار واحد ولازم الاكران كمان يختاره. لسه جيك بيقول كل حاجه لكاميرا التجربه العلميه وكان بيحكي ان نتيري بتعلمه كل حاجه عنهم حتى اللغه بتاعتهم وكان كل يوم بيعلم نفسه اكتر ويدرب نفسه اكتر. الموضوع كان بالنسبه له صعب بس هو كان بيحاول وعرف يقنعهم ان هم يدخلوا جريس المكان تاني واكتشف ان علاقتهم بالغابه قويه جدا. نتيري كانت مستمتعه بوجودها مع جيك وجيك بدا يحب العالم التاني اكتر من عالم البشر وكان عايز يعرف من جريس ايه اللي حصل في المدرسه اللي كانت فتحها وسط النافي. قالت له ان اخت نتيري ما بقتش تيجي للمدرسه وما كانش عاجبها فكره ان البشر يقطعوا في جذور الاشجار بتاعتهم والبشر كانت بتقطع في الشجر. اخت نتيري ولعت في الاجهزه وجريت على المدرسه وكانت فاكره ان جريس هتحميها لكن البشر قتلوها قدام اختها وقتلوا كمان الباقي ومن وقتها النافي ما رجعوش تاني للمدرسه وانها قعدت 10 سنين في المدرسه دي لدرجه انهم كانوا بيقولوا عليها الام وانها عملت ذكريات حلوه كتيره جدا وسطهم وكانت شايفه نفسها واحده منهم. نتيري شافت ان جيك بقى جاهز وهتاخده علشان يختار اكران وهيروح للعش بتاعها الاول. هيحاول جيك انه يروح عندهم ولازم اكران يختاره فسالها طب ازاي اعرف انه اختارني؟ هتقول له هيحاول انه يقتلك وهيركب على واحد فعلا بس لازم يعمل الربط بسرعه وهيعملها اخيرا وهيعرف يتحكم فيه وهيطير بيه. برافو عليك يا جيك برافو عليك. نتيري كانت فرحانه وفخوره بيه جدا. جيك حاسس انه منتمي للعالم ده اكتر وهو طاير شاف شجره الارواح ودي اكتر شجره مقدسه عندهم. وجيك بيطير مع نتيري كان في اكران بيطارده وده اسمه تورك واخر واحد من نوعه وانه مش بسهوله انه يختار حد واخر واحد ركب تورك ده كان جدها. كل حاجه عند جيك دلوقتي بقت بالعكس حياته مع البشر هي اللي حلم ومع النافي هي الحقيقه. هو كبشري عاجز لكن مع النافي حر. راح للعقيد والعقيد قال له ان اخر تقرير منه كان من اسبوعين وان جيك افادهم جدا لما قال لهم كل حاجه عن شجره الارواح. العقيد قال له انه جاب له الموافقه على عمليه رجليه وانه يقدر يرجع للارض لكن جيك قال له لازم اخلص اللي بداته واحضر المراسم وان دي المرحله الاخيره علشان اكون واحد منهم ويثقوا فيا واقدر اقول لهم شروطكم. شعب النافي بيقولوا ان الواحد بيتولد مرتين وتاني مره لما بتكسب قلوب الشعب. دلوقتي جيك بقى واحد منهم وقدر انه يسمع صوت الاسلاف من ايوا عالم رائع جدا. وبما انه واحد منهم دلوقتي يقدر يتجوز اي واحده هو عايزها وهيختار انه يتجوز نتيري لكن فجاه نتيري هتصحى تاني يوم على صوت الالات عماله بتكسر في المكان. هتحاول انها تصحي جيك بس هو لسه مش متصل بس هي كانت عماله بتجر فيه وهيرجع للاتصال اخيرا وهيحاول انه يقول للبشر يوقفوا لكن البشر
البشر مش هيقفوا، فهيكسر لهم الكاميرات ويهرب مع ناتيري. البشر هيعرفوا انه جيك اللي كسر الكاميرات وانه دلوقتي بقى مع النافي. هيبدا سود انه يضرب جيك، بس جيك هيقول لهم انا واحد منكم وعايز اساعدكم، لكن العقيد قطع الاتصال وجيك وقع هو وجريس. العقيد وباركر جابوا جيك وجريس علشان يتكلموا معاهم، وجريس قالت لهم ان الشجر اللي في بنادورا فيه خلايا عصبيه اكتر من مخ الانسان، وان كل الاشجار اللي عندهم متصلين ببعض زي الشبكه. لكن باركر مش هيصدقها لان دماغه ضيقه جدا وعنيد. البشر مصممين يبوظوا كل حاجه حلوه وغريبه ودمروا مكان مقدس علشان يعلنوا الحرب، ودلوقتي العقيد هيروح يدمر الشجره الام. جيك هيقول له ان في هناك اطفال كتير، رجعني تاني عشان احاول اقنعهم يمشوا من المكان. باركر هيبعته لمده ساعه واحده بس. جيك هيرجع لهم وهيقول لهم انه جاسوس وسطهم، لكن بعد فتره حب كل حاجه في الغابه وانه حبها، لكن خلاص محدش عايز يصدقه واخدوه وربطوه في الشجره. وعلى الناحيه التانيه البشر جايين علشان يهجموا على المكان. جيك كان عمال يقول لهم يهربوا، بس هم مش عايزين يسمعوا الكلام. البشر هيرموا عليهم قنابل وهم هيرموا عليهم سهام وولعوا في الشجره كمان. بصراحه يا جماعه انا عايز اضرب الراجل ده بالقلم على وشه، رخم جدا. ام ناتيري هتحرر جيك وجريس وهتقول له لو انت واحد مننا ساعدنا. بس البشر كان عمالين بيرموا قنابل كتيره جدا، وفعلا ولعوا في جزء كبير جدا من الشجره، والشجره هتقع عليهم كلهم وكتير منهم هيتاذي وهيموت، وابو ناتيري هيموت وهتكون غضبانه جدا من جيك. باركر هيقطع الاتصال عن جريس وجيك. يا جماعه انانيه البشر حاجه بشعه جدا. ودلوقتي جريس وجيك ونورم محبوسين، لكن واحده صاحبتهم هتحررهم وهتاخدهم بالطياره، لكن العقيد هيضرب عليهم نار وطلقه هتيجي في جريس. وكانوا ناقلين صناديق الاتصال بالطياره. جيك هيركب الاكرام بتاعه علشان يروح يركب تورك اقوى طائر في السماء، وفعلا هيقدر يعمل كده وهيرجع عند النافي. كلهم هينبهروا جدا، وناتيري قالت له انها كانت خايفه على شعبها لكن دلوقتي هي مش خايفه. المهم ان هو هيروح لسوتي ويقول له ان التعاون هينقذهم، وهيقول لهم ان جريس بتموت ولازم يساعدوها. هيحطوها عند شجره الارواح علشان تساعدها، وهيحاولوا ينقلوا جسمها للافاتار، بس الموضوع محتاج جهد وهي تعبانه جدا، وللاسف جريس هتموت. ومن اللحظه دي جيك اعتبر نفسه مش انسان، وقال للشعب انهم لازم يعملوا حرب على البشر لان دي ارضهم وما ينفعش حد ياخدها منهم. كله هيركب الكائن بتاعه وهيطير، وهيروح يطلب المساعده من كل العشائر. هما مش العشيره دي بس، في عشائر كتير، والعشائر كلها هتتحد. على الناحيه الثانيه العقيد بيجهز الجنود للحرب. جيك هيروح ويكلم الشجره اللي هي شجره الارواح ويطلب منها المساعده، بس ناتيري هتقوله ان الشجره دي بتخلي الحياه متوازنه مش اكتر من كده. البشر هيروحوا بجنودهم، والنافي برضه هيطيروا بكائناتهم، والاثنين دخلوا مع بعض في حرب شرسه جدا، ومات كتير جدا على الجنبين، كل ده بسبب جشع البشر. ودلوقتي العقيد عايز يقتل جيك لانه دلوقتي قائد النافي في الحرب، والحرب استمرت ما بينهم وقت طويل. وسوتي دخل على الطياره الكبيره وبدا يقتل في البشر كلهم، لكنهم في الاخر ضربوه بالنار فوقع. حتى صاحبتهم البشريه اللي كانت بتسوق الطياره ماتت. وفجاه كائنات الغابه هتهجم على البشر وتبوظ لهم كل حاجتهم. من الواضح كده ان الشجره دلوقتي هي اللي بتساعدهم بانها تبعت كل كائنات الغابه للحرب. وجيك عرف يحط قنبله في الطياره الكبيره وفجرها ووقع في الغابه. ولسه بعد كل ده برضه العقيد مصمم انه يقتل جيك، وعرف مكان الصندوق اللي موجود فيه. لكن ناتيري هتيجي على الوحش وهيحاولوا يقتلوا العقيد، لكن العقيد هيقتل الكائن وهتكون تحتي ناتيري، وهيدخل جيك ويبدا يضرب فيه، لكن العقيد هيروح للصندوق ويحاول يكسره، وفعلا هيحصل خلل في النظام. العقيد هيحاول يقتل جيك، لكن ناتيري هتقتل العقيد. اخيرا اخيرا ريحتي لي قلبي. جيك البشري هيفوق على الناحيه الثانيه وهو مش عارف يتنفس وما قدرش يوصل للقناع، وكان هيموت لكن ناتيري هتلحقه. سوتي كان بيموت بس هيطلب من جيك يقتله علشان يكون هو قائد العشيره. البشر رجعوا لاراضيهم، بس عدد قليل قرر انه يقعد في المكان، والطائر تورك قرر كمان ان هو يمشي لان خلاص محدش محتاجه في مساعده دلوقتي لان الحرب خلصت. وده كان اخر تسجيل لجيك، لان النهارده حفله عيد ميلاده، هينقلوا جسمه البشري لجسم الافاتار وهينجحوا في كده. انتوا متخيلين يا جماعه ان الجزء ده اتعمل سنه 2009؟ متخيلين؟ والجزء الجديد هينزل في 2022 شهر ديسمبر، يعني بعد سنه. قعدوا اكتر من 10 سنين عشان يعملوا جزء تاني، ده هيبقى حاجه جباره، ده هيحصل ضجه عالميه رهيبه يا جماعه. وباذن الله ربنا يديني الصحه وطول العمر واكون موجوده ساعتها واعمل برضو ملخص عنه ان شاء الله يعني. واهم حاجه برضو ان تكونوا موجودين وتتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي، اكتر حاجه هتحمسني ان انا اكمل. اهم حاجه يا جماعه ما تنسوش تسموا الشعار بتاع القناه وتبعتوه على الاكونت بتاعي على انستجرام عشان احط رسوماتكم في اخر الفيديوهات بتاعتي. الاكونت بتاعي قدامكم على الشاشه موجود طول الفيديو اصلا. وتوته توته خلصت الحدوته، حلوه ولا ملتوته؟ اعتقد روعه، اعتقد روعه يا جماعه، اعلى فيلم ايرادات في العالم، لازم تكون القصه روعه. يا رب يكون فيديو مرعب عجبكم. السلام عليكم.